لم تكن الحالة المطرية الثانية في الرياض كسابقتها من حيث الكثافة، فالعاصمة كانت على موعد مع سحابة حركت الأودية والشعاب وأخرجت العائلات من منازلها بالرغم من التحذيرات الأمنية المستمرة. مخارج الطريق الدائري الجنوبي غصت بالمياه، وساهمت الأتربة المنقولة من الأحياء المجاورة بإقفال فتحات التصريف حتى عامت عدد من السيارات في هذه المخارج. سد الدرعية التاريخية أحد الأماكن التي قصدتها العائلات بعد أن فاض ببركة السماء ووصلت المياه إلى أعلى مستوى لها منذ وقت طويل. المطر بركة للأرض وسر فرح العين الناظرة، ولكن المغامرات الغير مسؤولة من بعض المواطنين والمقيمين عواقبها وخيمة. عبد الله النصار، الإخبارية، الرياض.